فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. فمن افترى على الله واختلق الكذب وكان ذلك من بعد قراءة التوراة ووضوح الحقيقة، فأولئك هم الظالمون، المتجاوزون لحدود الله تعالى، القائلون على الله بالباطل. وأي ظلم أعظم من ظلم من يدعى إلى كتابه ليحكم بينهم فينصرف عنادا وكبرا وجحودا. وفي ذلك دليل بين وواضح على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون.